تاخذ معلومات الناس ولا صحيح لا؟ صحيح بالضبط. فهذه البوابة الوحيدة فقط. طيب خلينا نتكلم معك، يمكن كان في استفسارات كثيرة عند الناس وبنطرح بعد استفسارات المواطنين، بس يعني شدني انه الى الان ما بعد وضعت سياسة البرنامج، شروط البرنامج. في استفسارات كثيرة تتكلم عن كم حجم الدعم اللي بيقدم للفرد او للأسرة حول هالبرنامج، وايش معنى انه السياسات ما بعد تحددت الحين؟ هذا الأجمل ما في البرنامج. البرنامج كمفهوم تصميم برنامج دعم لأول مرة احنا في السعودية يطلع البرنامج ونبدأ في التسجيل قبل إكمال السياسات. الهدف من هذا الموضوع أنه في الغالب تطوير السياسات يبنى على دراسات واستبانات، ودائما نسبة الخطأ في الدراسات والاستبانات عالية مقارنة بالأرقام الحقيقية. اليوم وضع الإطار العام لسياسة البرنامج، بدأنا التسجيل. اليوم المواطن نفسه من خلال إفصاحه عن بياناته الحقيقية سيساعد اللجنة الوزارية الآن المشكلة من ثلاث وزراء للعمل على تطوير السياسات بناء على أرقام حقيقية وليست نتائج دراسات أو استبانات. وبالتالي اليوم المواطنين سيفصحون عن بياناتهم، سنعتبر هذه المعلومات صحيحة، سيتم تحليلها وتقييمها ورفعها للجنة الوزارية، ثم سيتم تطوير السياسات بناء على معلومات المواطنين اللي المفترض أخذناها من المواطن بشكل مباشر. طيب والشروط اللي وضعت في البداية؟ ما في أي شروط الآن. لا أنتم مثلا على سبيل المثال حاطين ضمن الشروط أنه يكون راتبه أقل من 20,000 على سبيل المثال. هذه من الأشياء التي أثيرت حول البرنامج وهي غير صحيحة. لا يوجد سياسة إلا مقرة للبرنامج. أثير رقم 20,000 عند موضع كمثال توضيحي أثناء عرض الميزانية وبعدها بعد المؤتمر، وهو مثال توضيحي فقط لتقريب المفهوم للمواطنين. لا يوجد أي سقف أعلى الآن، تقر السياسة سيوضع السقف، ولكن اليوم أي مواطن أيا كانت حالته الاقتصادية، أيا كان دخله، أيا كانت حالته الاجتماعية، أيا كانت حالته الوظيفية عاطل أو متقاعد أو يعمل، الكل المطلوب منه يسجل اليوم يضيف بياناته، وعندما تقر السياسة سيتم بإذن الله إبلاغه هل هو مستحق أو غير مستحق. موضوع 20,000 أنا الحقيقة أتمنى من الجميع المشاهدين والمشاهدات اليوم اللي يسمعونا، هذا الرقم ليس هو الحد الأعلى للبرنامج. سيعلن الحد الأعلى، قد يكون 20,000، قد يكون أكثر، قد يكون أقل، لكن اليوم جميع المواطنين أيا كانت دخولهم المفترض أن يسجلون في البرنامج ولا يفقدون فرصة التسجيل فيه، لربما السياسة تكون مختلفة تماما. يعني أفهم كلامك أنه إلى الآن ما فيه شروط أو عملية فلترة أنه من يستحق من ما يستحق، كم يستحق إلى آخره، هذه بتتضح بعدين صحيح، ويعلن عنها قبل إقرار مثلا، قبل أنه ما يرفع الدعم عن الطاقة. الآن فقط المعلومة التالية، جميع الأسر السعودية، جميع الأفراد المستقلين السعوديين، جميع الأمهات السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، جميع حامل بطاقات التنقل، هذه الشرائح الأربعة اللي تمثل المجتمع كلهم مطلوب منهم يسجلون اليوم. الشرط الوحيد الذي وضع على التسجيل أن يكون الشخص مقيم في المملكة، بمعنى الشخص المقيم خارج المملكة بشكل كامل كالمبتعث الذي يقيم 4-5 سنوات خارج المملكة، هذا الشخص إن كان له أسرة في السعودية يسجل أسرته، ولكن بحكم أنه مقيم خارج المملكة الآن وبالتالي ما عنده فترة كهرباء، ما عنده فترة موية، ما عنده بنزين، لكن إذا رجع من الابتعاث مباشرة يسجل. يسجل نعم، يعني عملية التسجيل مستمرة ما توقف عند فترة معينة، لن تتوقف البوابة بإذن الله.